وطني لو شغلت بالخلد عن هنا زعتني إليه بالخلد نفسي. رحلتنا هذه المرة رحلة بحرية على متن ناقلة للنفط والغاز، يقودها ويقود حلقتنا الكابتن فتح الشيادي. انتظارك مغامرة رائعة ستداعب جميع حواسك على متن طائرة جديدة بشركة الطيران العمانية من الطراز بوينغ 787 دريمليينر. تنعم بكرم ضيافتنا العمانية وانتباهنا إلى التفاصيل. ليس السفر بالوصول إلى الوجهة فحسب، ولكن عليك الاستمتاع برحلة تدلل جميع حواسك. لذا انضم إلينا على متن طائرتنا من الطراز 787 دريمليينر. متى كانت آخر مرة اجتمل الآي أو إس والأندرويد على شيء حلو؟ تطبيق عمان تل الجديد بالكامل الحين على كافة أجهزة آي أو إس والأندرويد. طبعاً أقدر أسجل دخولي بالبصمة لأمان وسهولة أكثر، وراقب استخدام بياناتي لحظة بلحظة، وبعد أقدر أدفع فواتيري وأعبي رصيد لي ولغيري بلمسة واحدة. وبعد الدفع والتعبية أقدر أتابع نقاط مكاسب كيف تتزايد وكيف أستفيد منها. ما بس لي رقم واحد لكل أرقامي، وعلى طار الأرقام أقدر أعرف موقع كل واحد منها على الخريطة، ولأن تطبيقي أحط صورتي والخلفية المفضلة عندي. كل هذا وأكثر في متناول إبهامك. حمل تطبيقك اليوم واستمتع بتجربة جديدة من عمان تيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح الشيادي يرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أوتوغراف من سنغافورة. أحييكم فأهلا وسهلا بكم. كنت أزور البحر أحيانا عند جدي، وكان يخبرني عن حكاياتهم وسفراتهم في السابق، أين ذهبوا وأين أتوا. كانت زيارات وأحلام جميلة. عندما كنت هنالك عند جدي كان يخبرني عن سفراتهم، زاد في ذلك الطموح لدي، وعندها تجددت الأحلام لدي. كنت أحب الترحال أيضا منذ صغري، ففكرت في مكان ما يكون مناسب لي يحقق لي هذا الطموح. سمعت عن الشركة العمانية للنقل البحري، انضممت إلى الكلية العمانية، كلية عمان الدولية البحرية في 2008 بعد أن ضمتني الشركة العمانية للنقل البحري كمبتعث لديها. الأشياء التي تبدو صغيرة
تكبر أحلامنا معا نحو عالم أفضل، فنسعى بخطى حديدة لنحقق آمالنا المشتركة، لنبني معا غدا مشرقا. المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. إذن فتحي يعمل في الشركة العمانية للنقل البحري لنقل منتجات النفط والغاز من السلطنة وإلى الأسواق العالمية. انضممت إلى الكلية للدراسة سنتين، بعدها تدربت في سفن الشركة العمانية للنقل البحري لمدة سنة كاملة، كانت متقطعة على فترات. انضممت خلالها إلى ثلاث سفن تابعة للشركة العمانية للنقل البحري. بما أنني أحب الترحال، الشركة كانت أو ما زالت تحقق أحلامي وطموحاتي بالسفر حول العالم وزيارة بلدان مختلفة. إنجاز فتحي وشركته العمانية متمثل في توفير خدمات النقل البحري لجميع الشركاء التجاريين على المستوى الإقليمي والعالمي. الحمد لله وجدت الدعم من عائلتي، الوالد والوالدة وزوجتي، ومن الأصحاب والأصدقاء، دعم ممتاز جدا يكون لي حافز ودافع لي كشاب عماني طموح أريد أن أواصل في الشركة العمانية للنقل البحري رافعاً علم السلطنة في أي الموانئ التي أزورها. الإنسان هو صانع الحضارات وباني النهضات، كما يؤكد مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله وأرقاه. والإنسان وبالأخص الشباب العماني هم أساس الابتكار وروح الإبداع الذي يسهم في تحقيق الميزة التنافسية المنشودة لهذا الوطن الغالي. عمان تتقدم بشبابها. الشركة العمانية للنقل البحري هو إعادة الأمجاد والإرث الحضاري البحري للبحارة العمانيين. سنحت لي الفرصة لزيارة دول مختلفة، زرت الدولة التي الآن أنا فيها سنغافورة، زرنا إسبانيا، هولندا، بريطانيا، ودول أوسو شرق آسيا، الصين، تايوان، أيضا زرنا اليابان، نقلات الغاز تذهب دائما إلى اليابان، زرنا كوريا الجنوبية ودول مختلفة أيضا. هذه الرحلة يغتنمها فتحي ومن معه لرؤية معالم البلد الذي حطوا رحالهم فيه ليجدوا ما يذكرهم بعمان، وهذا ما حصل تماما عند رؤيتهم شارع مسقط في سنغافورة. الغربة تحن الوطن، تحن تراب الوطن، لأرض الوطن، تحن الأهل للأصدقاء هناك. فالغربة جميلة ومرة في نفس الوقت، لكنها حلوة. تجربة البحر والإبحار جميلة جدا. الشباب العمانيين شباب طموحين، ينتجون بطريقة حلوة، الغرب يتكلمون عنهم بطريقة لطيفة، وذلك بسبب معاملتهم الحلوة والطيبة، وأيضا سمعة عمان في الخارج
ممتازة جدا. يأمل فتحي هو وزملاؤه على متن هذه الرحلة أن يعيدوا بها وبمثيلاتها من الرحلات إلى دول العالم، أن يعيدوا حكايات الأمجاد البحرية العمانية. هناك تحديات كثيرة تواجهنا في البحر، منها الأعاصير، منها الأمطار، ومنها مختلف أيضا التحديات كالغربة أيضا. والحمد لله نحن مواصلون في هذه الوظيفة في هذا المجال، القطاع البحري قطاع جدا جميل، قطاع تنموي، فيه مستقبل كبير للسلطنة، للشباب العماني الطموح أيضا. فتحي هنا قبالة ناقلته التي ألفها وألفته، وهو فخور بما أنجز هو وأبناء وطنه على متنها، مرددا: ملأنا البر حتى ضاق عنا، وظهر البحر نملأه سفينة. نسافر في المدى الميمون، لنا الأحلام ونبض عيون، نحط رحالنا أمنا، نضيء الصبح حيث نكون. Yeah.